استاذ احمد، كان نفسك تبقى عندك بنت؟ قوي قوي. ليه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا كان ليا اخت فشفت ابويا رحمه الله عليه بيدللها الدلال اللي ما حدش شافه، كل الهنا للبنوته. فلعشق ابويا ليها حبيت البنوته. واضح من كلام محمد ان كنت اتصاحبته بعد تالت اعدادي. حصل. بس عايز اقول حاجة. النهاردة محمد مش ابني. محمد النهاردة ابويا. هو اللي بيحرص على حاجات انا مش واخد بالي منها. فانا ما شفتش هذه الحنية الا هنا. اخوه مش كده. الحنية هنا. اخويا عشان فكما لو انه انجبني مش العكس. خلاص هنصلى على النبي بقى. ايه يا حبيبي؟ بص طيب خلاص طول عمرك حبيبي عم احمد. الله يخليك. انت عيطتنا شخصيا. الله يخليك. انا مش ناقص الاحساس يا حبيبي. انا مش ناقص اللحظة. اصل انت، انا عايز اقول لك حاجة بقى، يعني احنا خلاص ما بقيناش في برنامج يعني. انا عايز اقول لحضرتك حاجة. اتفضل. واما يبلغن عندك الكبر. يس. عندك دي يعني ايه؟ يعني عنده، يعني عند يعني حضرتك المفتر. الآية الكريمة بتقول لما يكبر الأب ويبلغ الكبر عنده فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فمحمد هو نموذج للبر. زي ما انت ربيته هو بيبرك. فحضرتك ما تعتقدش ان ده حاجة غريبة. هو ابن حلال ما من شك. فهو يعني انت بس عشان انت ربيت كويس فبتجني ثمرة تربيتك. لا، انا قضيتي انه في اشياء مفترض ان الاب هو اللي بيشارها مع ابنه. هو بيبشر ده معايا انا. فمسألة يعني بيعمل ايه؟ يعني ايه اللي خلاك تحس انه هو الاب؟ يعني تعالى في الفترة بتاعت كورونا التعليمات بيكلمني انا كما لو انه هو اللي خلفني. ايوه. ما تسلمش على حد، ما تصورش مع حد، ما حدش ياخدك بالحضن، ما تمسكش الاشياء. معاك الكمامة، معاك الديتول والوش اللي بنعمل بيه ايدينا. ايه ده؟ وبعدين اكتشف انه بيسأل صداقاتي بالتليفون، سلم على حد؟ صار مع حد؟ شغال وراه يا حبيبي. حبيبي. فحالة يعني ربنا يديله طول عمره الصحة ويقعد له في عياله. شيء طبعا بيسعدني قوي، انما هو عاكس الآية. فانا بحس ان هو اللي خلفني مش العكس. ربنا يخليه يا رب. يا رب. والله يا ربنا يخليه لك ويبارك والله فيك يا محمد. والله دعاء الاب لابنه مستجاب. طبعا طبعا. فيعني ابوك لما يدعي لك الدنيا وهناها. والله طبعًا. انا عايز اقول لك عشان كده دايما في هذا البرنامج بقعد اقول الناس يا ويلكم اللي يكون ابوك ميت ومش راضي عنك. يا اللي يكون عاقل ابوك. والله ما هتشوف لا دنيا ولا اخره. والله مال ربنا يديك الصحه يا رب يخليك.